بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحة وعافية يا رب. النهاردة ان شاء الله بإذن الله احنا داخلين بقى على رمضان، عايزين وشنا كده ينور. وعشان في ناس بقى مش يعني ما تحطش مكياج او ما بتحبش تحط مكياج، فنعمل ماسكات ناعمة ورقيقة، وبرضو زي ما احنا متعودين ان احنا نعمل الماسك مع التدليك، يعني نستفيد 2 في 1. يلا نبدأ. البيضة كاملة اهي، الصفارة على البياض، نقلبهم كده. نمسح في العين كده. ليزر طبيعي. احنا عايزين نعمل تدليك واحنا بنعمل الماسك، اهتزاز خفيف، اهتزاز خفيف. لو عندي هنا الجفون مترهله منساش الحواجب. كل الفيتامينات والمعادن الموجودة في البيضة، لأنها دي كانت هتبقى كتكوت زي الأستاذ كده، ما عدا فيتامين سي. طب انتوا عمركم شفتوا كتكوت بياكل بيض؟ بتيجي بيدوك يعني بتحس بملمس كأنك بتعملي التدليك بكريم، ملمس رائع. تنعيم وشد اي بقع، اي بيضة واحدة 2.5 جنيه. البيضة دي غلط، كانت ب2 جنيه. منساش هنا، لو عندنا بقى خطوط هنا ما نحس ان هو هينشف نروح واخدين تاني.
طبعا هعمل رقبتي، بس بعد ما اخلص الفيديو عشان اقلع الطرحه. اقول لكم بس حاجه، لو انا عندي خطوط هنا، انا لما بضحك عندي خطوط هنا، بشتغل عليها. كمان هيدق الرموش. رائع. كملوا رقبتكم بقى وانا هكمل رقبتي، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ان شاء الله هيعجبكم، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.